ما يخلص الكتم. طبعا تكلمنا على عذاب القبر، تكلمنا على المحلل، هذه من الشريعة الإسلامية. في الشريعة الإسلامية أمور واضحة، وفي الشريعة الإسلامية أمور مخفية. الأمور الواضحة المسلم اللي يعرفها الصوم، صلاة، الحج، الزكاة، الجهاد في سبيل الله، هي أعمال وهي شريعة نفس الشيء، علشان لا أحد يقول هذه أعمال وليست شريعة. هي الشريعة تشرع لك هكذا، إذا ما تصلي فأنت ناكر للشريعة غير مسلم، إذا ما تصوم أنت غير مسلم ناكر للشريعة. فهذه الأمور الظاهرية. الأمور المخفية مثل المحلل، المحلل موجود بالقرآن بس العلماء قليل يتكلمون به، قليل جدا يتكلمون في هذا الموضوع. ولكن إذا رجل طلق امرأته للمرة الثالثة وراح تواصل مع الشيخ وقال أنا طلقتها المرة الثالثة وعندي أولاد منها وأريد أرجعها، أريد أعمر البيت من أول، ماذا أعمل؟ الشيخ راح يشوف لك حد، راح يعطيك رقم محلل، يقول لك هذا محلل اتصل به، أو أنا أعرف لك حد، أو جيبها زوجتك فين أعطيني رقمها نتواصل معه ونحللها لك وبكرة تجي جاهزة. هذه أمور مخفية العلماء يعملونها وموجودة على التلفزيون وموجودة بالشريعة الإسلامية، وحكيت لكم قصة مؤلمة في الموضوع الأول. الرجم أيضا، رجم الزانية وغسل العار أيضا، رجم الأمرأة الزانية إذا أمرأة زنت ووجدوا أنها زنت وعندهم شهود عليها وثبتوا الموضوع. طبعا الأربع شهود وهذه الأمور هذه أمور تعقيدية، بس في بعض الحالات يرجمون الأمرأة، وهذا بأفغانستان حصل كثير بالشوارع يرجمون الأمرأة الزانية. هذا غلطت يعني أمرأة غلطت، بس الرجل لا يرجمون، لا يوجد رجل يزني بالإسلام. الزنا بالإسلام للرجل غير موجود أصلا، لم تجد في كل تاريخ الإسلام إلا شخص واحد اسمه ماعز محمد رجم، ولكن من بعد محمد لم يرجم أي إنسان مسلم. هل المسلمين لا يزنون؟ بالعكس، الرجال تزني أكثر من النساء، ولكن النساء إذا زنت يطبق عليها غير الجلد اللي هو 100 جلدة، هذه غير متزوجة، ولكن إذا كانت متزوجة ترجم حد الموت. هذا الرجم لا يرجمون على العلن، لا يرجمون على العلن، ولكن يأخذون موافقة أبو البيت ويأخذون موافقة زوجها اللي مشتكي عليها، طبعا وما راح يكون زوجها، وراح يأخذونها يرجمونها في أماكن خاصة وتموت. وهذا موجود بالسعودية، موجود في إيران، أفغانستان طلعها بالشارع بالعلن لأنها تطبق الشريعة، بس الدول الثانية بيرجمونها بالخفاء يعني وتموت، يقول لها زوجتك ماتت خلاص تحت ضرب الحجر ماتت يعني. هذه شرائع مخفية موجودة بالتاريخ الإسلامي وكثير جدا من هذه المواضيع. الشريعة الإسلامية النقطة الثانية تتضارب مع بعض، تعليم الشريعة يعطي شيء، تطبيق الشريعة شيء آخر، إذا تضارب مع بعض. إذا كان هذا الكلام من الله لا يمكن يتضارب، ولكن الشريعة غير مرتبة، إذا عملت شيء ممكن تنقض شيء آخر، وإذا عملت شيء آخر ممكن تنقض الكل كمان في نفس الوقت يعني. محمد رسول الإسلام لم يلتزم الشريعة، هذه مشكلة ومهمة جدا نعرفها. محمد هو المشرع، هو اللي جاب الشريعة للناس. الشريعة هي قانون أو ناموس يسمونه ببعض اللغات يعني، قانون هذا الدين، كيف البشر يعيش بهذا القانون. لكل رجل مسلم يتزوج أربعة، محمد تزوج أكثر من 11 امرأة رسميا اللي معروفين طبعا، ولكن الملك اليمين والعبيد والأماء توصل ل 76 امرأة بالعدد. فين الأربعة؟ فين انكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع؟ لماذا محمد لم يلتزم بالشريعة اللي هو وضعها؟ الخمس لا يحق لمسلم يأخذ خمس بالحروب، محمد كان يأخذ الخمس، الشريعة عنده خاصة بنفسه. في أيام رمضان لا يمكن أن تفطر، إذا فطرت أنت كافر أو يكون مطلوب رمضان، إذا إلا على أمر اضطراري. الرسول كان في أيام رمضان يشرب مية الظهر، ليش يا رسول الله؟ قال الدنيا حارة وما أقدر. في صيام رمضان أيضا قال لك اعتزلوا النساء بالمحيض، الرسول لم يكن يعتزل لا محيض ولا بدون محيض، ما عنده مشكلة، الرسول الخط مفتوح له. علماء المسلمين عندما سألناهم على الموضوع لماذا، قال لك إن الرسول عنده خاصيات وخاصياته فوق الشريعة، الشريعة للمسلمين بس لا يخص الرسول. لو كان رسول من الله كان التزم بالقانون. أبسط مثال على ذلك، إذا أنت في الإشارة الحمراء شوف البوليس يجي يقف جنبك، جنب إلا جنب معك، ليش؟ إشارة حمراء، البوليس هو اللي وضع الإشارة الحمراء، قانون الحكومة، وهذا رجل حكومة يعني، ليش ما يعدل الإشارة يوقف على الإشارة؟ يحترم القانون اللي موضوع بالبلد. محمد لا يحترم، محمد ماشي يكسر دحفرته. فهاي المشكلة، كيف يكون هذا نبي من الله؟
إذا الشريعة تقيلة عليه وما بيقدر يطبقها لنفسه كيف يطبق على الآخرين؟ تفضل أستاذ حسين. أحسنت الكريم، كلام منطقي. توجد عقيدة إسلامية أخرى أوضحها القرطبي في تفسير سورة الأحزاب الآية 1. سورة الأحزاب الآية 1 قال: وأورد حديث لعائشة قالت: هذه السورة كانت أطول من سورة البقرة أو تعدلها. تعادلها. أو تعادلها. فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر إلا ما هي عليه الآن 73 آية. وأعطى تعليل، قال: لأنها كان فيها استنكاحات النبي فهي أطول الصور. لأنه فيها استنكاحات النبي. فأنا أتساءل، هل الدين هو لمصلحة محمد أم الدين لله؟ ما دخل استنكاحات محمد تكون أطول صورة بالمنطق والعقل؟ من المفترض أن تكون أطول صورة التي تتحدث عن عبادة الله، عن الروحيات، عن الإيمان، عن الأخلاق، عن التعامل، يكون هذا أطول صورة. لماذا تكون أطول صورة هي التي فيها استنكاحات محمد؟ هذا يعني أن هذا الدين هو مؤلفه محمد، والذي صنعه هو محمد، وليس من عند إله. لم نجد نبي في الماضي استخدم الدين لمصالحه. خلينا نأخذ على سبيل المثال، نوح كان عنده امرأة واحدة، آدم عنده امرأة واحدة، أبو البشر. موسى كانت امرأة واحدة، وحتى مرته كان يعني بشرتها تميل إلى السمراء، ما كان يدور يعني البشرات الحلوة وكذا، وهو قائد شعب إسرائيل، وهو يعني لو يريد يتزوج 1000 يزوجه يطونه بنات. موسى قائد شعب إسرائيل، نبي من أنبياء الله العظماء، لم يتزوج إلا امرأة واحدة. لماذا؟ سؤال. لم يستغل، لأنه نبي حقيقي ببساطة. يوسف امرأة وهبت نفسها له تعفف عنها، لم يقبل. لماذا؟ لأنه نبي حقيقي، لأنه مؤمن حقيقي. الرسول ما تعفف، نكح الأخضر واليابس، حتى خالته قال لك خولة بنت الحكيم إحدى خالات النبي. نعم، قال: فوهبت نفسها للنبي وهي إحدى خالاته. تمام. لذلك أخ كريم، تحريم الأخوات والخالات والعمات والبنات والأمهات تأخر في زمن سنة 7 للهجرة، نزل هذا التحريم في سورة المائدة أو سورة النساء، عفوا سورة النساء نزلت في سنة 7. يعني 20 من دعوة محمد ما حرم الخالات ولا البنات ولا الأخوات، لأن يوجد أحاديث يقول أن النبي كان يمص لسان فاطمة ويلعب بصدرها ونحرها ويبات بين ثديها بنت فاطمة. ويوجد حديث خالته وهبت نفسها له. فهذا يعني ماذا؟ يعني أن محمد كان يزني بمحارمه، لذلك تأخر تحريم الخالات والعمات والبنات والمحارم، كان يرتكب هذه الفواحش. هل يستطيع أحد أن ينكر ذلك؟ هذا موجود في الكتب الإسلامية. إذا يأتي شخص الردود يا أخ كريم الباهتة يقولون: يا أخي يا حسين يا كريم، هو تتعقله نبي الله داس يسوي هيك؟ ما هي هاي النقطة؟ هو هذه الأفعال تثبت أنه هذا الرجل ليس نبي. أنت مو تعتقد ثم تستدل، غلط، لازم تستدل ثم تعتقد. صح لو يا أخ كريم؟ أيوة، هذا المفروض. أنا من أريد أؤمن بشيء، أول شيء أستدل وأؤمن له، أول شيء أؤمن وبعدين أستدل. أول تستدل إنه تؤمن. أحسن استدلال. أنت تقول لي هذا نبي شلون يسوي هيك؟ ما هو لو نبي ما سوى هيك. فكر بها بالمنطق. في ربط مثلا، كان يعمل مع بنته ومع خالته، وهذا كله قبل سنة 7 للهجرة. سنة 7 هو الرسول كان سيء الخلق يعني جدا. في سؤال هون أخ حسين، الكتب الإسلامية تقول هذا، يعني حتى مع رجال، حتى مع زوجاته، حتى تعامله مع زوجته عندما تخانقت حفصة وضرب عائشة بوكس وما بعرف،
يعني وليش كتبتوها هسه؟ هاي امور داخليه بالبيت، احنا شنو ندعي ليش كتبتوها؟ يعني شو التعليم البيئي؟ حديث كريم كانت عائشه كان يسب ويشتم باخضر الالفاظ، وقال محمد لعائشه سبي زينب بدك تسبيها، قال فسببتها فغلبتها. اي في السب، سبيها وسبك من البخاري يقول لك غلبتها. شوف فالامه الاسلاميه اليوم لما تسبك ويقول لك شرشحتك وعملت، هي مو شرش، هو يعتبر السب انتصاب، هو مو انتصاب، هو السب ضعف على فكره، ضعف وغلة أدب. شو السب؟ قلة أدب وغلة أخلاق وضعف، يعني أنت ما تضايق المقابل لما الشتمة أصلا، أنت بالعكس حقرت من نفسك، تكون إنسان غير محترم لما تسب وتشتم. هذا واحد. أمهم عائشة قالت غلبتها، غلبتها، عرفت؟ هم هاي قدوتهم، هي هاي المشكلة. نبي يشجع على السب والشتم، قال سبيها. عائشة لما سئلت على أخلاق محمد قالت قرآن. ليش قرآن؟ قرآن المنطقي، والله السب والشتم بالنميمة، بالحقد على الآخرين، بالكراهية، بكل شيء غلط. قرآن سب، سب أبو لهب، وسب هذا اللي قال شو ابن زنيم مش عارف مين. اي قلت لي بعد ذلك زي من الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة سب الأنبياء كمان. نعم. حتى الأنبياء اللي أهل التوراة وقالك يحملون التوراة كما يحمل الحمار أسفارة. جو اليهود كريم إيش قال له؟ كامل قال عليهم الغردة وخنازير، وبالحديث قال عليهم فيران. قال له لليهود شوف، قالوا له أنت تدعي النبوة، وهذا يحيى بن زكريا لم يمس امرأة، وكان طعامه من وبر الإبل، أوكي، ومن وبر الإبل ومن عسل الجراد والعسل وهيك، وكان يعني يعيش بالكهوف وكذا، ولم يكن يمس امرأة ولا يقرب الجنس ولا شيء. تعرف شو جاوب؟ شو كان الجواب؟ قالوا وهذا نبي، فكيف تسوي الأمور كلها؟ قال هم غلام، قال نبيا وحصورة، كلمة طعن بيوحنا، طحن بيوحنا المعمدان، قالهم حصورة يعني ما عنده جهاز يقرب به النساء. ما عنده جهاز قال لك حصورة يعني مثل هجبة الثوب. يقول لك لا، الحديث يقول أخذ عصا من الأرض الرسول، أخذ عصا وأشر لها، قال لهم يوحنا ما عنده جهاز وهي العصا ما أعرف إيش. فهو شتم الطول بعرضه، وكان يسب أخضر الألفاظ كمان. فهو من 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 الناحية الأخلاقية لا يمكن يكون نبي، النبي المفروض هو معلم للناس، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أخلاقه سيئة كمان، ليس فقط السب والشتم، أخلاقه سيئة كمان، حتى التعاملات والتصرفات كمان، تصرفاته سيئة جدا، نايم مع زوجته وما بعرف شو بيعمل، ودخل واحد تحت اللحاف، صاروا ثلاثة، وسألوا لماذا يا رسول الله هكذا تعمل؟ قال لي هو غريبي عاد مش محرم على زوجتي، نايم مع زوجتك تحت بطانية، دخلك واحد. الزبير، الزبير قال أرسل النبي في غدات باردة، فقال لي قال فأدخل النبي مع نسائه تحت اللحاف فصلنا ثلاثة. هاي أمور سيئة، يعني سيئة جدا، تعامله مع زوجاته والشتم والسب وهذه هذا مش يعني مش من الناحية الأخلاقية أيضا، لا يمكن يكون أن الله يكلم هيش بشر. لو الله يكلم إنسان ينقي الإنسان طبيعي ينقيه، ليش؟ لأنه معلم. أنت لو رحت لك تدرس بصف تلميذ بأي مدرسة وشفت معلمك سباب وشتام وأخلاقه مو حلوة، يعني ما بيعطي التاكسي كروة، اللي وصل التاكسي للباب المدرسة يشتم بتاكسي، ما راح تدرس عند هيش بشر. هاش أنا ما أدري محمد هيك سرق من يهودي يعمل. كان يشتم ابو بكر وعمر، واحد يشتم الثاني ويضحك، يقول اشتم اقول شتم انت كمان، برافو عليك شتمته، برافو عليك. هاي بشموري كيف حالك؟ حياكم الله وبياكم، ازيك اخ كريم وحسين الرائع وكل الموجودين في البث والاسد ونيكولاس. انتوا مالكم جايين على الحبيب المصطفى او كده ليه؟ لا نتكلم عن الشريعة اليوم والمشرع والشريعة الإسلامية وتعاليم الشريعة الإسلامية. وسألنا بالأخير سؤال، هل ممكن بالفعل محمد يكون مشرع؟ يعني هل ممكن هيك شخصية تكون مشرع؟ احنا عندنا بالكتاب معجز الأنبياء، مش كل الأنبياء مشرعين، الأنبياء الكبار فقط أهل التشريعات بس.
وعندنا شريعه واحده شريعه موسى. اهم من هو مش بس مشرع، لا ده بيقول لك النبي يشرع ولا يشرع عليه ولا يشرع لا يعني حتى تشريعاته اللي جابها اللي المفروض انها من الهه لا تنطبق عليه. يعني في سوره الاحزاب الايه 50 كده يقول لك ايه، ان في خصائص للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايه يا عم الخصائص دي؟ يقول لك 16 خاصيه. كل ال 16 خاصيه هي كسر للشرائع اللي هو جاب دي، لانه بيختص دونا عن المؤمنين بامور خاصه بالرسول. وعشان كده دايما المسلم يقول لك ايه، النبي يشرع ولا يشرع اليه. التشريعات اللي هو بيجيبها لا تنطبق عليه، لكن تنطبق على المؤمنين. يعني المؤمنين لا يزيد عن 4 نسوة، لكن الحبيب المصطفى طبعا ينكح على طول، يعني يزود اللي هو عاوزه، العدد مفتوح على المفتوح. وحتى المحارم، خالته، بنت فاطمه، بنته كان يعمل معاه اللمم والنميمه، وهذه كتب مكتوبه. الحسن ابن 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 بنته، الحسن ابن فاطمه ابن علي. انت عارف حتى وفاطمه، يعني هو نكح عائشه بنت 6 سنين من 6 ل 9 كان يفاخذ لها. يعني بيقول يعني ان بالرغم ان فاطمه كانت 12 سنه رفض يتجوزها لابو بكر، رفض يتزوجها، قال 16 مش 12، 16 كانت صغيره، بنتي لسه صغيره ما زوجها صغيره. وفي بعضهم قال لك اصل كانت 12 سنه، طب ما هو اتجوز 6 سنين. دي رفض ان هو ان بنته تتجوز، ده على اعتبار انها بنته. برضو علي لما اتجوز فاطمه رفض انه يتجوز عليها. طبعا بعد ما ماتت هو فتح على البحر يعني، بس طول ما محمد كان عايش ما قدرش يتجوز عليه، مع ان ده مش تشريع اسلامي. وقال كده لا تأذوني في فاطمه لانها بضع مني. لما انت عارف ان الجواز يعني المراه لما تجيب لها ضره او تتجوز عليها ده بيأذيها. ارتضيت على نساء المسلمين لكن على بنتك لا. ليه؟ رضيت على نفسك ليه؟ ليش خذيت اكثر من 11 زوجه يعني؟ ما دام المراه ما بتقبل شريكه كلها بالبيت، ليش جايب شركاء وحاط معاهم بالقوه؟ انه بيقول لهم ما يعجبها طلقها، اللي ما تعجبها الشركه تمشي. لا وكان بيخليهم يشتموا بعض يعني، بمناسبه الشتيمه اللي كنتوا بتتكلموا، كان بيحب يتفرج على النساء. احسن التعاليم في بيت الرسول المفروض يكون خشوع والناس في بيت المعلم، داخل بيت المعلم. يعني أنا نفسي المسلم هو يطلع يعني يجاوب. يعني إحنا كل الكلام بنجيبه من مراجع في الإسلام يا مسلم، ما تطلعوا في مرة تقولوا لنا إيه، يعني هاتوا لنا خلق واحد من مكارم أخلاق الرسول، غير طبعا شيخة اليهودي عشان طلع حديث مالهوش أصل. هذا امبارح كان حوار كل المسلمين تسألوا عن أخلاق الرسول يقول لك شيخة اليهودي. خلينا نسمع خلال مكافحة نادي إبليس. سلام المسيح للجميع. سلام المسيح. انت قلت اخي كريم بس تصحيح، ما في حتى الانبياء الكبار ما بيشرعوا التشريع. واحد عندنا مشوا على التشريع، يعني اقصد مشوا على تشريع المستلم من الرب، يعني ما في نبي شرع، لانه وظيفه النبي ليست التشريع وانما توعيه الناس عندما يزيغوا عن طريق الشريعه. هذا بس اجاوبه. وبالتالي على شريعه محمد بالنسبه لعذاب القبر، انت تعرف هذه قصة اللي ملاكين اللي يطلعوا يحكموا على المسلمين، تعرف هاي مسروقة من الزرادشتية، لكن بطريق آخر. عند الواحد يكون كويس يطلع له فتاة جميلة حلوة ما بعرف شلون، وعلى اللي هو مش كويس بتطلع له واحدة عجوزة قبيحة. لكن بغض النظر عن هذا الشيء، إذا هو تكلم عن عذاب القبر، إحنا لازم نعرف من وين جاب عذاب القبر. أصلاً عائشة اللي فتحت الموضوع معاه لما دخلوا لها عجوزتين يهوديتين حكوا معها عن عذاب القبر، وبالتالي راح السند محمد ولا عارف ولا شيء وأخذها ولصقها على المسلمين. وإذا هو كان نبي، لأن 3 أسئلة راح تنسأل بالقبر تمام للمسلم، ما هو من هو ربك، من هو نبيك، ما هو كتابك، صح؟ زين ليش كان محمد يبكي لمن يتذكر عذاب القبر ومكتوب في صحيح مسلم إذا كان هو النبي؟ تمام ولا لا يا كريم؟ هذا امتحان فاشل، أسئلته موجودة قبل الامتحان. Yeah, exactly. يعني هو محمد، وحتى عثمان بن عفان لما كان يتذكر، يقول لك صحيح مسلم، يتذكر عذاب القبر كان يبكي بحيث لحيته كانت تبلل من البكاء
احنا مش يعني كويسين، ليش خايفين من عذاب القبر اذا انتم كويسين والنبي معاكم؟ صح ولا لا يا كريم؟ النبي بنفسه عم يبكي. بالشيعة اذا احد مات في شخص يدخل معاه للغبر يحطه داخل الغبر، داخل الغبر في حفرة صغيرة داخل الحفرة اسمها لحد، يحطه باللحد يقول لي لغنة، يفتح خده من الكفن ويحط تحت تراب أو حجرة يقول لك لازم ينام على الأرض، وبعدين يلغنى يقول له يجينك ملاكين لو سألوك من رب أقول الله، وهاي الناس اللي برا الغبر الله، إذا سألك من نبي أقول محمد، هو ميت جسمع. إيه بس سؤالي كريم، هو محمد هم راح يسألوه على نبيهم محمد، محمد ليش يبكي من عذاب القبر؟ ما هو نبيهم. أبو بكر قال كليلي قال كلمة قال لا من مكر ربي حتى لو وحدة من رجليه بالجنة، لأن ربهم مقصار حتى محمد يقلبه يذبه بالنار، ومحمد نفسه اعترف قال ما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فربك لنحشرنكم والشياطين حول جهنم ما منكم إلا واردها، قالت لعائشة حتى أنت يا رسول، قال حتى أنا سأرد على النار. نعم إن لم يتغمدني الله برحمته. نعم فهو يعرف نفسه بالنار، لهذا السبب كان يبكي. شف يعني أساساً الفكرة أن طول هذا العجوزتين اليهوديتين، يعني يمكن كان يكذبوا عليه زي ما يوقعوا دائماً بالفخ يا حسين، عارف؟ في واحد بالقرن الأول الميلادي اسمه العازر الكاهن قال لهم أي واحد يصير مسيحي ويترك شريعة موسى يجون ملائكة بالقبر يجثون على صدره وعلى رقبته ويعاقبون عقاب القبر قبل شو اسمه لا يروح الرب وهيك، فهو هو اقترحها يعني رابي يهودي اسمه لعازر القرن الأول لما الناس بدت اليهود يصيروا المسيحيين. نعم فرابي خوف الناس، فهاي العجوزين سربت له المعلومات، وهم دائما يطوا العقائد اللي ما لها علاقة بالكتاب المقدس أبدا دائما، وهو كان متألم من هذا الموضوع يقول لهم آتوا بالتوراة واتلوها هنا ولا تشتروا ثمن بخس ولا تبيعوا اللي بفلوس، فيعني فهو الموضوع ما في أي صدق بعقيدة محمد ولا بالعقائد الإسلامية، كل شيء مضروب صحيح. توحيد الإلوهية ويا عيسى موجود، لأن عيسى غير مخلوق بالقرآن كلام الله، وتوحيد الربوبية عيسى رب لأن يحيي ولأن يخلق ويرزق ويعلم الغيب، هاي صفات الربوبية. توحيد الأسماء والصفات، عيسى الأول والآخر عده، وألا إله الأول والآخر، عيسى حيثما يجتمع اثنين ثلاثة هو وسطهم، هو يقول لك الله وين ما يكون اثنين ثلاثة هو وسطهم، توحيد الأسماء والصفات أخذها عيسى عنده. إذن هذا التوحيد اللي موجود بالقرآن الثلاثي، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ينطبق على عيسى أكثر من إله الإسلام. إله الإسلام مو عليم، عيسى علمه قال إن كنت قلته فقد علمت، أنت ما تدري لا أعلم ما في نفسك وتعلم ما في نفسي، قال أنت قلت للناس جاي يتحقق من عيسى ما يعرف. فالنبوة رايح تسأل النصارى على نبوتك، غير النصارى كفار تسألهم ليش؟ زين الميعاد يعني ترجع يوم القيامة لله، عذاب القبر سرقته من يهود، الإمامة اللي يقولون أكو من أصول الدين ومن من ضروريات الدين، الإمامة من ضروريات الدين يعتبروها السنة، والشيعة يعتبروها من أصول الدين. أوكي الإمامة اللي يدعوها بالقرآن جعلها النسل يعقوب، قال عن إبراهيم إني ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فقال إني جاعلك الناس إماما، قال أو من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، من ذرية إبراهيم الإمامة تكون. رجع القرآن في سورة العنكبوت إيش قال؟ قال ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب والحكم، في سورة الأنبياء قال إسحاق ويعقوب وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، إسحاق ويعقوب هم الأئمة. طيب قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، يعني على بني إسرائيل. عرفتم من الإمام بمن؟ أول البارحة كانت عنده مناظرة بصفحة الدكتور محمد، تحديت تحدي اختليلية على موضوع أنه قلت له أتحداك تطيني من القرآن آية تقول أكو نبي من نسل إسماعيل. أتحداك مثل ما موجودة صريحة الإمامة والنبوة والحكم والكتاب في إسرائيل بنص القرآن. جابوا لي آيتين، في شي تقول؟ وإبراهيم ادعى إبراهيم وإسماعيل قال ربنا هب لهم نبيا من أنفسهم. قلت له هاي دعاء من يا إسماعيل بالقرآن إنه الإله يعطيهم نبي، هل هذا النبي من نسل إسماعيل مكتوب بالآية؟ لا، هذا النبي من إسماعيل ما مكتوب، نفس ماكو حجز، مفلس، ما يقدرون يثبتون نبوة محمد من القرآن. طيب سؤال اختي، القرآن يقول محمد رسول الله صح؟ ايه محمد رسول الله، هل بالقرآن هذا محمد نفسه ولا بالإسلام محمد بن عبد الله؟ محمد بن عبد الله. إذن مو هو هذا بالقرآن؟ إذن مو هو طبعا هذا؟ ممكن يكون غير محمد. أحسنت، أتحداه يثبت لي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو نفس النبي الموجود بالقرآن. إن عندهم عقيدة يجي اللي يخالف القرآن ما نأخذه صح؟ طبعا هم يقول محمد بن عبد الله وأمه اسمها آمنة بنت وهب، هذا يخالف القرآن. بالقرآن محمد لقيط، ما عنده أب ولا أم، سألوا لا ملقوا بالشارع، ما معروف لا أبو ولا أم حسب القرآن. طيب خلونا نرجع.